السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع الجديد الذي سنخصصه للحديث عن الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي ضمن دراستي، طبعا دروسي البلاغة الموجه لتلاميذ السنة الأولى ثانوي، ويمكن أن يستعين بهذا المقطع تلاميذ السنة الثالثة أداب والسنة الثالثة اقتصاد وتصرف وشعب علمية في دراستهم لأنماط الجمل. طبعا الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي، سبق وأن تبين في المقطع السابق الخبر والإنشاء الفرق بين الخبر والإنشاء، ورأينا أن الإنشاء هو كل كلام لا ينطبق عليه أو لا تنطبق عليه مسألة التصديق والتكذيب، فهو كل كلام لا يقبل التقييم وفق ثنائية التصديق والتكذيب، وهو أيضا كل كلام يصدر دون أن يكون له وجود في الواقع. فالإنشاء إذن ضربان أو صنفان. الضرب الأول هو الإنشاء الطلبي. ما معنى الإنشاء الطلبي؟ أي أن يطلب المتكلم من السامع شيئاً ما. والإنشاء غير الطلبي هو أن لا يطلب المتكلم من سامعه شيئاً ما، فقط يعبر عن ماذا؟ عن رأي، عن إحساس، عن شعور، وسنتبين أصنافه. ننطلق بدراسة الإنشاء الطلبي الذي سينقسم إلى أصناف. أولاً الأمر، وفي الأمر يطلب المتكلم من السامع القيام بالفعل. طبعاً الأمر بعده النهي، الاستفهام، التمني، الترجي، والنداء. طب والنداء عذرا. إذن سأبدأ بمسألة الأمر وسأفصلها. الأمر إذن قلنا وفيه يطلب المتكلم من السامع القيام بالفعل، يعني عندما تأمر إنسانا فإنك تطلب منه، لاحظوا مسألة الإنشاء الطلبي، تطلب منه القيام بالفعل. الأمر إذن لنقوم بالأمر أو لنحقق الأمر ينبغي علينا أن نستعمل صيغة معينة. يمكن أن نبدأ بفعل الأمر مثل اصبر أيها الأسد على ما فعلته لشتربة. فأنا وجهت طلبا للقيام بفعل ماذا؟ بفعل الصبر للسامع الذي يسمعني وهو الأسد الذي قتل شتربة، وبذلك إذن هنا استعملت فعل الأمر من أجل تحقيق جملة الأمر. الصيغة الثانية التي يمكن أن نستعملها وهي لام الأمر مع فعل مضارع، مثلا لتصبر أيها الأسد على ما فعلت بشتربة. فهنا تلاحظون لام الأمر مع فعل مضارع هو تصبر، واضح؟ فلتصبر الصيغة الثانية من صيغ الأمر. بعدها مصدر نائب عن فعل الأمر. طبعا الأفعال يمكن أن نشتق منها المصادر، والمصادر يمكن أن نوظفها في صياغة الجمل جملة الأمر. فمثلا الفعل اصبر، مصدر اصبر صبرا، فيمكن أن نستعمل هذا المصدر النائب عن فعل الأمر اصبر في جملة الأمر، فنقول صبرا أيها الأسد على ما فعلت بالثور شتربة. فهنا طلبت منه أن يقوم بفعل الصبر لكن مستعملا مصدرا نائبا عن فعل الأمر. كما يمكن أن نستعمل اسم فعل الأمر وهي مجموعة من الأسماء علينا حفظها، مثل عليك بالصبر، فعليك هو اسم فعل الأمر، عليك، صه، حي، وغيرها من الكلمات الأخرى أو الأسماء الأخرى التي تستعمل كأسماء فعل للأمر. واضح؟ فالأمر إذن هو طلب القيام بالفعل. يستعمل للأمر أربع صيغ. فعل الأمر، لام الأمر مع فعل مضارع، مصدر نائب عن فعل الأمر، واسم فعل الأمر. واضح؟ هذا الجانب النحوي. لكن في الناحية البلاغية التي علينا أن نتخصص فيها هي معاني الأمر حسب السياق.
وهذا ما سنردفه طبعا بمقطع آخر ونخصص لكل أسلوب من أساليب الإنشائية طبعا جملا نحدد فيها المعاني، وربما نقوم أيضا بحصة فيها نص كامل ونستخرج منه هذه الأساليب الإنشائية ونحدد معانيها البلد. نمر إلى الصنف الثاني من أصناف الإنشاء الطلبي وهو النهي. والنهي بخلاف الأمر فيه يطلب المتكلم من السامع ترك القيام بالفعل، ترك وليس إذن يطلب منه ترك وليس أن يقوم بالفعل. فالنهي نطلب من السامع أن يترك القيام بالفعل، وفي الأمر نطلب منه أن يقوم بالفعل. وهنا طبعا هناك بعض التلاميذ يخلطون بين هذين، فالفرق بينهما هو أن هذا نطلب منه أن يقوم بالفعل، وهذا نطلب منه أن يترك القيام بالفعل. مثلا تصبر، طلبنا منه أن يصبر، في النهي كيف ننهاه؟ نقول له لا تصبر. عندما نقول له لا تصبر فإننا نطلب منه أن يترك القيام بفعل الصبر. لا تصبر على ما تتعرض إليه من مظالم، فأنا طلبت منه أو أنا نهيته وطلبت منه أن لا يصبر، لا أن يصبر. واضح؟ إذن صيغ الأمر، صيغ النهي عذرا، هو لا الناهية مع فعل مضارع، ليس لام الأمر، لا الناهية مع فعل مضارع. مثلا لا تصبر على الإنسان النمام، فهنا لا تصبر هي صيغة النهي، وفيها نهينا هذا السامع عن ماذا؟ طلبنا منه أن يترك ماذا؟ فعل أو يترك قيام بفعل الصبر على من يقوم بالنميمة. واضح؟ إذن وكذلك للنهي معاني بلاغية علينا أن نتخصص فيها وأن ندرسها ونتبينها. الأسلوب الثالث من أساليب الإنشاء أو الصنف الثالث من أساليب من أصناف الإنشاء الطلبي هو الاستفهام، وفيه يطلب المتكلم من السامع إجابة عن شيء يجهله. لاحظوا مسألة يطلب، لذلك هي من ضمن الأساليب الإنشائية الطلبية. إذن الاستفهام يمكن أن نستعمل للاستفهام صنفين أو صيغتين أو طريقتين، إما حرف الاستفهام وهما اثنان لا غير، أو أسماء الاستفهام ولكل اسم معنى لغوي نحوي مخصوص. وطبعا الاستفهام كبقية الأساليب الإنشائية الطلبية فيه معاني قارة وفيه معاني أخرى بلاغية، وهي التي تعنينا وتحدد حسب السياق. إذن حرف الاستفهام هما هل، وفيها طلب الإجابة بنعم أو لا، والهمزة وفيها كذلك طلب الإجابة بنعم أو لا. وهذا ما يذكرنا بالاستفهام في الإنجليزية بالأدوات التي تكون فيها yes or no question، يعني yes or no، نعم أو لا. هذا هو، هل أكلت صباحا؟ هل أعجبتك شخصية كليلة الماكرة؟ إذن هنا أنت ستجيبني إما بنعم أو لا، لا يوجد إجابة ثالثة لهذا. واضح؟ وهذه هي حرف، هذان هما حرف الاستفهام لا غير. أسماء الاستفهام متعددة ولكل اسم معانيه، ونذكر منها. نبدأ من هنا، من للعاقل، من الذي فرق بين الأسد والثور، بين الأسد وشتربة؟ فاستعملت من أجل أن أستفسر عن العاقل. ما الشيء الذي لم يعجبك في شخصية دمنة؟ فسألت عن الشيء وهو غير عاقل فاستعملت ما. متى نجحت خطة دمنة؟ هنا استفهمت أو استفسرت عن الظرفية الزمانية. نجحت خطة دمنة بعد أن أقام بتأليب الثور على الأسد والأسد على الثور. لماذا وماذا؟ نسأل بهما عن السبب والغاية. لماذا قام دمنة بمكيدة للثور؟ كي كذا وكذا، فهنا السبب والغاية. كيف؟ نسأل بها عن الكيفية. كم؟ نسأل بها عن الكمية. أين؟ نسأل بها عن الظرفية المكانية. أين قتل البرغوث في مثل القملة والبرغوث الذي ضربه دمنة؟ أين؟ في رأس أذل الملك. فهنا أين؟ نسأل بها عن الظرفية المكانية. أي؟ وهو اسم استفهام صالح لكل المعاني.
إذن كل اسم استفهام من هذه الأسماء لديه معنى نحوي، لكن إذا استعمل في سياق جملة فإنه يتحول من ذلك المعنى النحوي الذي التصق به طبعا ليحيل على معاني بلاغية أخرى سياقية هي التي تعنينا والتي سنخصص لها حصة أخرى ودرسا آخر. بعدها نمر إلى الأسلوب الرابع من أساليب الإنشاء الطلبي ألا وهو التمني. وفي التمني يطلب المتكلم تحقق شيء مستحيل التحقق. كيف ذلك؟ يعني حينما أتمنى فإنني أتمنى شيئا يستحيل تحققه. مثلا وأداة التمني هي ليت، فأقول ليتني أطير وأرحل عن هذا الكون الرهيب. فاستعملت هنا أداة التمني ليت لأتمنى أو أطلب تحقق شيء مستحيل وهو الطيران. فهل ممكن أن أطير؟ هذا طبعا شيء مستحيل، وبذلك إذن في المنطق وفي اللغة العربية أستعمل ليت لطلب تحقق شيء مستحيل. فعندما يقول لك أحدهم ليت إذن أتمنى لك النجاح، فأتمنى لك النجاح تدل على ماذا؟ تدل على استحالة تحقق ذلك الشيء، فهو يطلب شيئا مستحيل التحقق. هذا هو معنى التمني اللغوي. واضح؟ كذلك شأن التمني كشأن بقية الأساليب الإنشائية الطلبية يحيل في سياق النص على معاني بلاغية سوف ندرسها ونراها وندقق فيها. الأسلوب قبل الأخير من الأساليب الإنشائية الطلبية هو الترجي، وهو إذن طبعا فيه يطلب الإنسان تحقق شيء ممكن الحصول بخلاف التمني. فالترجي هو طلب شيء أو طلب تحقق شيء ممكن الحصول. مثلا نستعمل للترجي أداة لعل، ليت للتمني ولعل للترجي. فأقول لعلك تفهم نصيحتي وتعمل بما أقول. فعندما أقول لك لعل فإنها حينئذ تدل على ماذا؟ على طلب تحقق شيء يمكن أن يحصل، وهو أنك تستطيع أن تفهم ما أقوله. وعندما يقول لك أحدهم أرجو لك النجاح فهو حينئذ يطلب تحقق شيء ممكن. واضح؟ الأسلوب الأخير من الأساليب الإنشائية ألا وهو النداء. وفي النداء يطلب المتكلم من السامع الانتباه، يطلب منه الانتباه. فعندما أنادي مثلا يا محمد فإنني طلبت من محمد ماذا؟ طلبت منه أن ينتبه لي ويسمعني. للنداء أساليب أيضا وأدوات، منها الهمزة وهي تستعمل للنداء القريب، فنقول أمحمد عندما يكون محمد بجانبك، آ وأي وآي وآيا وهيا ووا ووا محمد، آ محمد، أي محمد. هنا نستعملها لنداء البعيد. يا محمد يمكن أن تستعمل للنداء القريب والبعيد. يا الله، فالله قريب من قلوبنا وبعيد عن أنظارنا، وبذلك يا تستعمل للقريب وللبعيد وهي الوحيدة التي تتصل بنداء ذات الجلالة. واضح؟ النداء يمكن أن تحذف فيه الأداة. والنداء كذلك هو من الأساليب التي تدل وتحيل على ماذا؟ تحيل على معاني بلاغية ومعاني سياقية مختلفة ومتعددة سوف ندرسها بإذن الله في دروس لاحقة. إذن الأساليب الإنشائية الطلبية هي الأساليب التي يطلب فيها المتكلم من السامع القيام بشيء معين. واضح؟ هذا ما يمكن أن أحوصله وأجمله. كذلك هناك من البلاغيين والنحويين من يقول أن القسم من الأساليب الإنشائية الطلبية، لكن هناك فيه اختلاف ولم أرغب في إضافته ضمن هذه الأساليب الإنشائية. واضح؟ إذن هذه هي الأساليب الإنشائية الطلبية. الآن نمر إلى الأساليب الإنشائية. ما هي الأساليب الإنشائية غير الطلبية؟
عندما نقول أسلوب إنشاء غير طلبي فإننا نقول أن المتكلم لا يطلب شيئا وإنما يعبر عن إحساس أو موقف يخالجه. واضح؟ إذن الإنشاء غير الطلبي أيضا هنالك أصناف، نذكر منها على سبيل المثال التعجب، وفيه يعبر المتكلم عن إعجاب، المدح وفيه تعبير عن مدح أو استحسان، الذم وفيه تعبير عن ذم أو استنكار. نبدأ بالتعجب الذي يعبر فيه المتكلم عن إعجاب. هنا يستعمل المتكلم للتعبير عن التعجب صيغتان أو نوعان من الصيغ، الصيغ القياسية والصيغ السماعية. ما معنى صيغ قياسية وما معنى صيغ سماعية نذكرها الآن. نبدأ بالصيغ القياسية. الصيغ القياسية على سبيل أفعل به، أحسن بأحمد من تلميذ نجيب، هذا عندما كنت تلميذا مثلا. إذن أفعل به، أحسن به، فتلاحظون أن أحسن به على وزن أفعل به مقيس على هذا الوزن. وضع مثلا يمكن أن نقول أحسن به، أجمل به، أبدع به وغيرها من الأفعال الأخرى التي يمكن أن توزن على نفس هذا الوزن، لذلك سمي صيغ قياسية. كذلك ما أفعل، كأن أقول ما أحسن تلاميذ النجباء، ما أجمل تلاميذي، ما أعظم سلوك تلاميذي، وهنا عبرت عن التعجب بصيغة قياسية إما على وزن أفعل به أو على وزن ما أفعل. واضح؟ وهذه الصيغ القياسية. كذلك يمكن أن نعبر عن التعجب بصيغ سماعية هي كالتالي. ما معنى سماعية؟ يعني أنها تواترت وتتالت عند العربي، تتالى استعمالها عن طريق ماذا؟ عن طريق السماع. ومن ذلك نذكر لله دره، لله أنت، سبحان الله، العظمة لله، يا له من عظيم. فهنا أساليب هذه صيغ تستعمل للتعبير عن التعجب بطريقة، كيف هي؟ بطريقة سماعية، أي تداولت على أسماع الناس وعلى ألسنتهم. نمر إلى الأسلوب الموالي من الأساليب الإنشائية غير الطلبية لنجد المدح، الذي يعبر فيه المتكلم عن ماذا؟ عن مدح واستحسان. ومن ذلك نجد نعمة، نعمة التلميذ المجتهد أنت. فأنا هنا مدحت هذا التلميذ المجتهد، فعبرت عن استحسان ومدح له. كذلك نجد الذم وهو بخلاف المدح، وفيه تعبير عن ذم واستنكار، عكس المدح والاستحسان هو ذم واستهجان. ونستعمل للذم الأداة أو الفعل بئس، فنقول بئس الغشاش أنت. فبئس الغشاش أنت عبرت بها عن استنكار واستهجان. واضح؟ هذه هي الأساليب الطلبية الإنشائية غير الطلبية، وهي كالأساليب الإنشائية الطلبية عندما ترد في سياق النص فإنها تعبر عن ماذا؟ تعبر عن معاني سياقية، معاني بلاغية، سندرسها ونخصص لها دروسا خاصة. هكذا إذن نحوصل هذا الدرس بالقول أن الإنشاء ضرباني، هما إنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي، وفي كل من هذه الأصناف أصناف فرعية، إذن لهذه الأصناف معاني نحوية وكذلك لها معان بلاغية هي التي سوف ندرسها ونخصص لها قسما كبيرا من الدراسة في هذا المحور أو في هذا المستوى، سواء في الأولى ثانوي أو في الثانية ثانوي أو في الثالثة ثانوي، شعب علمية أو شعب أدبية. أرجو أن يكون هذا المقطع قد أفادكم، أرجو لكم التوفيق والنجاح. إن كانت لكم بعض الاستفسارات أو الأسئلة أو الاستفهامات، رجاء اكتبوها أسفل هذا الفيديو وسأجيب عنها بإذن الله.
شاركوا هذا المقطع لتعم الفائدة، ولا تنسوا دعوة أصدقائكم لمتابعة القناة وطبعا لدعمنا في هذه المسيرة التعليمية الرقمية. شكرا لكم، تحياتي، كان معكم الأستاذ أحمد الطيب، إلى اللقاء، أرجو لكم التوفيق والنجاح في كل خطوة تخطونها، إلى اللقاء.